بس انا المعلومه اللي عندي استاذ حسام انه حاجزيلكم فندق. بالله يا حاجز لي. تمام، ممكن شباب تعطونا، حاجز لي انا حاجز لك. شباب ممكن تعطونا الفيديوهات؟ انطيني، انا حجزت على حسابي 60,000 الغرفه. ها للامانه الاستاذ حيدر وحيد كانوا طالبين مني 90 بالغرفه حسب علاقتي بهم، كان امين مالي سابق عنده علاقه بالفندق، توسل بهم الرجل على مود يسوي لها 60. ليش ما قلت؟ ليش ما قلت؟ ليش هسه قلت؟ من جيبي، مو هو دفع، من جيبي. ليش ما قلت بالمقطع الفيديو؟ ليش ما قلت؟ مو هو دفع استاذ سيف. بس سؤال استاذ سيف بلا زحمه عليك. كابتن عزيز، بس سؤال خلي المشاهد يسمع. استاذ حسام، استاذ حسام، حتى نوقف على الحقائق، ممكن تعرضونا صديقنا المخرج، ممكن تعرض لنا الفيديوهات؟ هاي الفيديوهات دخولك للفندق ودخولك للغرف معاك اللاعبات، حصلنا عليهن، تعرف كبرنامج وكاعلام من واجبنا نبين الحقائق. استاذ نبيل، اي كم ليل هاي ليله وحدان؟ كم ليله؟ انا مالي دخل استاذ، انا سالتك سؤال، قلت لك حجزوا فندق تقول لي لا، حتى ما قلت انه انت حاجز على ما حجزوا الاستاذ، ما حجزوا هاي على حساب الخاص. تعرف مين هاي؟ تعرف هاي مين الفلوس؟ اقول لك من عندك، من عندك، من عندك رحم الله والديك. لا والديك من اتحد ومن عند هاي الفلوس. بس انت ما جاي تحكي الحقيقه، احكي الحقيقه يا كابتن. لا حقيقه يا اخي، الحقيقه جيت طلبت من عندكم ليله ثانيه، قلت لكم طريقي بعيد، طريقي بعيد للبصره، طلعت الساعه بالثنتين الظهر وانا قاعد على الرصيف من الثنتين للسبعه للمغرب. تمام، ليش قاعد تضحكون علي؟ تروحون للقهوه تشربون نارجيله، تباعوا لي بنص عين وتروحون. ليش قاعد؟ ليش مخرجنا؟ مخرجنا بعد، مخرجنا ممكن يمك، مخرجنا ممكن يمك رئيس الاتحاد الرقم، ممكن ايضا تتصلنا به. زين استاذ حيدر، انتو الاتفاق انه استاذ سيف المفروض انه تطوله المصرف او الكروه، البقيه اخذوا مصرف، اخذوا كروه. هسه اليوم انتو عندكم لنفرض خلاف شخصي مع المدرب بغض النظر عنه، زين شنو ذنب اللاعبات؟ المدرب عندكم خلاف وياه، اخلي اللاعبات بسياره وارجعها لبيوتهم والعوائلهم. سالمات يا استاذ سيف، يعني اعتبر اختك، اعتبر بنتك. والله هذا سؤالك حلو والله. طبعا هي ماكو خلاف، وتربطني علاقه كلش قويه انا ويا كابتن حسام، كلش قويه. استاذ سيف كذاب، يعني بوكانه وهذا استاذ سيف كذاب. لا ترى استاذ سيف ما تربطنا علاقه قويه، والدليل انا مشتكي عليكم قبل اسبوعين بالشباب الرياضه. لا لا لا، انا مشتكي عليكم قبل اسبوعين بالشباب الرياضه، انت جاي تكذب. اي عادي، روح ماكو مشكله. لا مو روح، انا مشتكي اصلا قبل اسبوعين، مشتكي عليكم وزاره الشباب الرياضه استاذ سيف، وعندي شكوى. شلون علاقه قويه وتربط؟ اوكي انا تربطنا علاقه بي قويه، اسمعني انا استاذ سيف، استاذ سيف عذرا استاذ سيف، يعني اليوم من مدرب يطلع ويا بنات، انتم ما تتابعون، ما تقولوا له يابا ترى احنا ما ننطي فلوس، ترى احنا كاتحاد احنا يابا ما راح نصرف، هاي على حسابكم. يعني هو الرجال رايح بسيارته، هو الرجال ماخذ بناته ومتحمل مسؤوليه، يعني صار شيء على بنيه، انفقدت بنيه، هذا منو يتحمله؟ كلها راح توقع براسه من بعدها، من بعدها. ها اليوم ما جاي نعرف بصراحة، أنتوا كاتحاد داعمين لهؤلاء المدربين واللاعبات؟ لو عندكم إشكال عليهم، إذا عندكم إشكال عليهم، ما ممكن اليوم يطلع وفد من أي اتحاد بدون موافقتكم يا اتحاد يا أستاذ سيف. نعم، وأنا أرجع على النقطة الأولى، قلنا هو هذا مو اجتماع هيئة عامة، مو اجتماع اتحاد، هو رايح باجتماع لو رايح البطولة. بطولة، هاي بطولة، أدري البطولة غير من واجبكم وتوفرون ما يحتاجه الفريق. إيه هو مساعد أستاذ، أعطوهم مساعد، هاي بطولة تصنيف، هو اللاعب يجي على حسابه. فالمدرب أستاذ شنو مساعدة اليوم؟ ما أخذ ست بنات أستاذ ميثم. نعم أفتهم أستاذ ميثم، بس سؤال يا أخي، كل الاتحادات لها سياق مالي للتعامل مع البطولات والاجتماعات، وهذا كله موثق موجود في جميع الاتحادات، وعليه ان كان يملك اي دليل ووثيقه انه هناك خرق مالي بالتعامل مع وجودهم في البطوله او في بطوله التصنيف، يتجه الى الجهات المختصه ويشكل حاله. يعني ما معقول انه تاخذون وقت بالمهاترات، كل من يقول انا على حق، من خلال استماعته كصحفي من خلال الاتحاد مقصر بعدم
ابلاغ الاخوان المشاركين ببطوله التصنيف بانه السياق المالي في البطوله يختلف عن سياق هسه على كلام الاخ سيف يقول انه هذا مجتمع هيئه عامه. نعم اجتماع الهيئه عامه الظاهر له ستايل يختلف عن البطولات، وبالتالي يجب يجب ان يكون هناك ابلاغ بشكل مبكر للمشاركين انه يا اخوان يا مشاركين راح يجي على حسابه. طبعا هذا يصير في بعض البطولات، لانه يعني مثلا بطوله الانديه، احكي لك في بطوله الانديه بكل الالعاب الانديه هي تتحمل مسؤوليه تكاليف رياضيينهم، لا يتحمل الاتحاد سنت واحد من هذه التفاصيل، لكن بعض البطولات اللي تخص المنتخب اكيد. زين هم اليوم رايحين يمثلون منتخب لو شنو استاذ؟ لا هو على كلامهم تصنيف، انه هو من خلاله يختارون المنتخب. تصنيف المنتخب. نعم استاذ سيف، هن اصلا بالمنتخب، هن اصلا اخذتهن اصلا من المنتخب، صار سنتين بالمنتخب، يعني مو لعبات اصلا بالمنتخب كانن. يعني والدليل واحده من عندهم مرشح الى بطوله روسيا، سناري عزام مرشح الى بطوله روسيا. حسام واحده منهن. اي حسام والامين المالي سيف. لا المدرب استاذ حسام. للمدرب انا اتكلم. كابتن يا حبيبي هنا انت رايح لاختبار منتخب وطني، يعني انت ما رايح تشارك كلاعبك منتخب الوطن. من يقول هي راح تأهل استاذ نبيل؟ بس هو المنتخب غير يمثل العراق ويمثل الاتحاد. بس اسمح لي نبيل. استاذ العزيز انا مبلغ الاتحاد يتحمل نقل لاعبتين من كل فئة. انا على حد علمه منطينا 500,000 استاذ، من ضمن الشروط منطينا 500,000 مبلغ من الاتحاد. الاتحاد شنو مساعده؟ الاتحاد بلغني رسميا انه يتحمل لاعبتين من كل فئه، 6 فئات 12 لاعب الاتحاد يتحمل نقلهن. هذا مو دقيق الكلام. صحيح استاذ سيف، هذا الكلام اللي يتحدث به حسام، يقول انتم مبلغينا لاعبتين 12 لاعبه. يعني هو هسه هو اراء تتضارب، ساعه يقول انا ما ساكن، ساعه يقول انا ساكن، ساعه لا هو الرجال ساكن على حساب الخاص. استاذ لا تلف الدور، جاوبنا الجواب. لا استاذ سيف، امين المالي استاذ سيف، انت امين مالي اريد تجاوبني بصراحه. بالبدايه قلت اكون واقع وياك امام العالم، انت قلت احنا خليه بسكن، وفيديوهات وصلت لي وحاولت احصلها، لكن الان السكن طلع هو الرجال اللي على حسابه. لا بس مو بس هاي استاذ نبيل، صح لا غلط؟ انتم مبلغين ما يوضح هو صارف على حسابه الخاص. هو شنو يوضح؟ بايق بس انتم هسه لا مفري له سكن ولا مفري له ولا مفري له طعام، وياه تقريبا 6 بنات والرجال ناطيه 500,000. وقت استاذ سيف، بس اسمعني استاذ سيف الله يرحم والديك، انتم مبلغينه، انتم مبلغينه انه من لكل فئه يتحمل الاتحاد سكن واطعام ونقل لاعبين، لو هذا الكلام يا اخي استاذ انا لا ارجع لك، يعني هم على نفس الشيء، هي هاي بطوله اختيار المنتخب الوطني، فمساعده من الاتحاد يعني يعطوا هذا المبالغ، وطيناه اعلى سقف، طيناه اعلى سقف من باقي المحافظات. يا اخي ما يرد يرد على السؤال. 500,000 هو جايب سيارته،